عايزة ابتدي معاكم سلسلة حلقات جديدة، ولسه هجمل في الحلقات العادية اللي هي Life with حنان عواد او الحياة مع حنان عواد، وهضم تحت منها تحدي الأسبوع وكمان علمتني جدتي. السلسلة الجديدة انا سميتها كل يوم بداية جديدة. فكرة الحلقات بتدور حوالين مفهوم بسيط قوي، هو ان كل يوم احنا بنرزق فرصة جديدة لبداية جديدة، وانا زي اي حد كل يوم بيبقى عندي مشكلة معينة، بيبقى عندي تحدي معين، عايشة كده اليوم بيومه. بخطط وكل حاجة، لكن كل يوم مختلف عن اليوم اللي قبله واليوم اللي بعده. عشان كده فكرت ان انا اسجل خلال اليوم 3 دقايق 5 دقايق 10 دقايق، مش مشكلة، عن فكرة معينة جاتني خلال اليوم. والنهاردة بداية جديدة، يوم الاثنين، يوم بداية شغل عندنا، اسبوع الشغل، وصحيت من النوم وكل حاجة ملخبطة. ليه؟ لان في الويك اند ما قدرتش اعمل الحاجات اللي انا كان مفروض اعملها عشان اظبط للاسبوع اللي جاي. فالبيت مكركب، الدنيا ملخبطة، الحوض مليان مواعين وحاجات من التقيلة كده اللي هي لازم تتنقع وتكحت في الحلل والصواني والحاجات دي، ومخلصتش كل الغسيل، وكمان كنت عاملة حسابي ان انا هشتغل في حاجة معينة خلال الويك اند، ما عملتش اي حاجة. وصحية الصبح حاسة ان الدنيا مهدودة فوق دماغي ومكربسة. دي مش اول مرة اتعرض لموقف زي ده، فوقفت وافتكرت باريتو برينسيبل. اللي درسوا منكم اقتصاد او ادارة او بيزنس يعرفوا قوي البرينسبل ده، المبدأ ده. بيقول ايه باريتو برينسبل؟ باريتو كان عالم اقتصاد ايطالي، لاحظ كده من تحليله للترندات، للاتجاه في اي مجال معين، ان 80% من الرسائل النتائج معتمد على 20% من الأسباب. يعني إيه؟ يعني تلاقي مثلا شركة 80% من دخل الشركة ناتج 20% بس من العملاء، أو تلاقي إن 80% من الشغل بيعمله 20% من الموظفين، أو تلاقي إن 80% من وقتنا الضايع خلال اليوم رايح في حاجات تأثيرها ما يزيدش عن 20% على نجاحنا. فلما بتعرض ليوم وحس ان انا كده فقدت توازني والدنيا اتدربكت واعمل ايه، انا كنت ماشية كويس وانا متأخرة في البروجكت دوه، وفلان الفلاني ما اتصلتش بيه، والبيت مكركب، والولاد عندهم امتحانات، اهدي. ايه 20% اللي ممكن تعمليها دلوقتي اللي هتسبب نتيجة 80% في الحاجة الملخبطة عندك؟ كان مفروض خلال الويك اند اخلص بروبوزل معين، عملت الدرافت بتاعه وابتديت فيه وابتديت في الشغل، لكن ما خلصتوش. خلاص، ادي لنفسك ساعة او اتنين ان انت تخلصي فيه على قد ما تقدري، وبعتيه للعميل على انه درافت، على انه مسودة للنقاش. ادي الحل. انا ما اقدرش اقعد اخلص البروبوزل في 5 6 ساعات اللي كان مفروض اشتغلهم في الويك اند، لكن ممكن اديله ساعة او اتنين عشان يبقى مسودة قابلة للنقاش. طبعا ده مش هينفع في كل حاجة، لكن في الحالة دي هينفع. في مشروع معين انا شغالة فيه، حاجة معينة خلصت تقريبا 50% منها، خلاص انا هديها ساعة مثلا واركز قوي بحيث ان انا احاول اخلص اكبر جزء من ما تبقى. في البيت هنا هو بعد ما هرجع
بصيت كده وشفت جدولي الأسبوعي، لقيت إن النهاردة مثلا عندي حاجة معينة إن أنا أكنس وأمسح الأرض والدنيا مكركبة، طب هل ممكن أدي موضوع الترويق ده لحد؟ آه ممكن أديه لحد من ولادي يعملهولي. وإيه أكبر حاجة بتسبب مشكلة كبيرة قوي في البيت؟ المطبخ. المطبخ خلال الويك اند بهدل خالص. خلاص يبقى هما ده. عملت خطة مبنية على مبدأ باريتو اللي هو أدي جهدي لأكبر حاجة هتعمل أثر في حياتي. زي زيكم بصحى أحيانا في يوم الدنيا مكركبة وملخبطة فوق دماغي، زي ما قلت لكم وقفوا خدوا نفس، حددوا ايه الحاجات اللي لو عملتوها هتعمل فرق كبير قوي، وهو ده اللي تركزوا عليه. دي كانت اول فكرة النهاردة. مش عارفة اذا كنت هصور لكم حاجة تانية ولا لا، عندينا مع بعض خلال اليوم، ولو جاتني فكرة تانية حلوة هقولها لكم. ازيكم؟ كان نفسي اقول ان انا خلصت كل حاجة كان نفسي اخلصها، ولكن ارجع تاني لمبدأ باريتو. خلصت تقريبا 80% من الحاجات اللي انا كنت عاوزة اخلصها، وده شيء طبيعي لان على مدار اليوم في مشتتات للتركيز، في حاجات هتظهر، في كمان امور لازم نعملها. احنا مثلا لازم نرد على الايميلات، لازم حد كلمنا نرد على المكالمة بتاعته، وهكذا. لو حبينا ان احنا نخطط لكل دقيقة في اليوم صعب قوي قوي قوي، فاحسن حاجة ان احنا نحاول نعمل اكبر قدر ممكن نعمله في اليوم. ولكن برضو انتوا عارفين ان انا مبدئي اني بحب ان يعني بأظن ان الانجاز احسن من الامتياز. يعني احيانا لما بنركز ان احنا نعمل كل حاجة بيرفكت، كل حاجة يعني 100%، كل حاجة مظبوطة بالشعرة، ما بننجزش حاجة، وبالعكس احنا بنقف في طريق نفسنا ان احنا ننجز هذا الشيء وان احنا نخلصه وان احنا نتمه. احيانا طبعا ده مش في كل الامور، لكن احيانا بيكون علينا ان احنا نتقبل النتيجة النص نص. طبعا ده ما ينفعش في امور، في كل الامور، يعني مثلا في البناء، في البناء، في التصنيع، في حاجات زي كده ما ينفعش. ولو ان من عملي في إدارة الجودة دايما بيبقى فيه رينج صغير، دايما بيبقى فيه مدى، يعني هذه النتيجة بتكون مقبولة لو في حيود بنسبة بوينت كذا كذا، 0.0001% مثلا. لأن ما ينفعش إن احنا إن الحاجة تبقى 100%. اعتقد ان التفكير ده واحيانا يعني مفروض ان احنا نجبر نفسنا عليه علشان اليوم يمشي ويعدي ونخلص اكبر قدر ممكن. النهارده كانت الفكره الاساسيه هي باريتو برينسيبل او مبدا باريتو، اللي بيقول ان 80% من النتيجه معتمده على 20% من الأسباب. وده خلاني فكرت في الحاجات البسيطة. لا، هي مش بسيطة من ناحية قيمتها، ولكن من ناحية عددها، إن بدل ما فكر في 5 6 حاجات فكرت في حاجة أو 2 اللي هيعملوا التأثير الأكبر على اليوم، بدل ما اليوم يضيع و ما اعملش حاجة وما انجزش حاجة وافضل بقى زعلانة من نفسي ومتضايقة من نفسي. انا دلوقتي بجهز عشان اروح البيت عشان اقلع بقى طاقية الشغل، على عفريتة الشغل، والبس مريلة المطبخ. اشوفكم بعد شوية. النهاردة الغدا كشري.
وشاي عادي جميل وحلو، بس للأسف طلع رز كتير قوي. معلش ما جراش حاجة، يوم الكاربس العالمي. ودي الصلصة بتاعته اهي، مشعوطة شعوطة. دلوقتي بقى وقت الهدوء، وقت القراية. خلاص بعد ايه ما كل حاجة اتعملت، نريوايند بقى اليوم. الكتاب اللي انا بقرا فيه هو The Blue Book of Social Usage Emily Post Etiquette. الكتاب طبع في الثمانينات، لكن كانت طبعة كام رقم 86، طبعة سنة 46، وكانت الطبعة 86. وبصراحة كتاب أكثر من رائع، التعليم والحاجات اللي فيه تصلح للرجالة وللستات. طبعا في حاجات يعني أصلح للعصر القديم، لكن دي النسخة المطورة أو المعدلة، ورائع رائع رائع. لو عايزين تتابعوني على الفيسبوك، أنا أحيانا بحط بعض الحاجات، الأفكار اللي أنا تعلمتها، الحاجات اللي أنا قريتها وأفكاري اليومية. أعتقد أن هي يعني لطيفة، وفي ناس كتير قوي بعتت لي أن هم بيتعلموا حاجات لطيفة خالص مني. فأنا هحط اللينك لل الصفحة بتاعتي على الفيسبوك لو حابين تتابعوني على الفيسبوك، وهتلاقوا كل الأفكار وكل الحاجات اللي ممكن ما تلاقوهاش في الفيديوهات. يلا أنا هقول لكم سلام بقى، ويعني أرجو التجربة بتاعت النهاردة تنجح. احنا لسه مع بعض 30 يوم، والله أعلم بعد 30 يوم هيبقى فيه ايه. تصبحوا على خير.